السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف الرابع في دروس مادة العلوم، ونبدأ في دروس الوحدة الأولى دورات حياة الكائنات الحية، ودرسنا الأول بعنوان ما مراحل دورات حياة بعض الكائنات الحية الجزء الأول. أهداف الدرس: يتوقع في نهاية هذا الدرس أن يكون الطالب قادراً على أن يحدد أوجه الشبه والاختلاف بين دورات حياة بعض من الكائنات الحية. ثانياً، أن يتتبع دورة حياة كل من الطيور والأسماك. أحبائي، لنتذكر معاً ما تعلمناه في الصفوف السابقة عن خصائص الكائنات الحية من خلال مشاهدة هذا الفيديو. انظر عزيزي الطالب إلى هذه الحيوانات التي تلد صغارها. لجميع الكائنات الحية دورات حياة، كل ينمو ليصبح بالغاً، كما أنه تتكاثر الأسماك والطيور والفراشات بوضع البيض، بينما يتكاثر الإنسان وبعض الحيوانات بالولادة. والآن لنبدأ نشاط افتتاحي. عليكم أعزائي الطلاب مشاهدة الشريط المصور عن الحيوانات التي تتكاثر بالبيض. ماذا تتوقع أن يكون هذا الحيوان؟ لاحظ جيداً. أحسنتم، إنها أفعى تخرج من البيضة، والأفعى من الزواحف، والزواحف تضع البيض. سبحان الله، انظر ماذا تلاحظ؟ إنها الطيور التي تخرج من البيضة. إذن لاحظنا أن الزواحف والطيور من الحيوانات التي تتكاثر بالبيض. لنبدأ النشاط رقم 1. كيف تتشابه وتختلف دورات الحياة؟ ما اسم الحيوانات الموجودة في الصور أمامك؟ لاحظ جيداً عزيزي الطالب هذه الصور وحاول معرفة هذه الحيوانات. بطل، إنه الطائر. الجمل، كم أنت رائع. وهذه السمكة. أبطال، أحسنتم أعزائي. خالد لديه سؤال: تتشابه الحيوانات بأن لها صغير ينمو ويكبر، لكن ما هي دورات حياتها؟ وهذا ما سنعرفه في هذا الدرس. والآن قم عزيزي الطالب باختيار حيوان من الحيوانات الموجودة في الصور أمامك وتحدث عن دورة حياتها. لقد قام كل من حمد وخالد بالاختيار. قام حمد باختيار الجمل الذي تتكون دورة حياته من حديث الولادة، فجمل صغير ثم جمل بالغ. وخالد اختار السمكة التي تتكون دورة حياتها من بيضة فيرقة، فسمكة صغيرة ثم سمكة بالغة. والآن هيا نجيب عن هذه الأسئلة المتعلقة بالصور. أي من هذه الحيوانات يتكاثر بوضع البيض؟ فكر. نعم، إنها الطيور والأسماك. أي من هذه الحيوانات يتكاثر بالولادة؟ فكر قليلاً. نعم، إنها الجمال. وأخيراً، كيف تختلف دورات حياتها؟ تختلف بطريقة تكاثرها وعدد مراحل حياتها. والآن ماذا تعلمت من هذا النشاط؟ تعلمنا أنه قد تتشابه دورات حياة الكائنات الحية أو قد تختلف. فالطيور والأسماك على سبيل المثال تتكاثر بطريقة وضع البيض، وهي مختلفة عن الجمال التي تتكاثر بالولادة. والآن هيا يا أذكياء لنتحقق مما تعلمنا.
وحل سؤال في الكتاب صفحة 41. أضع علامة صح لأشير إلى اثنين من الحيوانات التي تضع بيضاً. لاحظ عزيزي الطالب الصور أمامك. الصورة الأولى، ما هذا؟ نعم، إنه الهدهد، وهو من الطيور. فكر، هل يضع البيض؟ رائع، إنه يضع البيض. الصورة الثانية، إنه الفأر، هل يضع البيض؟ لا، الفئران تتكاثر بالولادة. الصورة الثالثة، القط، القط لا يضع البيض. الصورة الأخيرة، إنها النملة، هل تضع الحشرات البيض أم تلد؟ نعم، إنها تضع البيض. أحسنتم. سننتقل الآن إلى النشاط الثاني، ونتحدث فيه عن دورة حياة الطيور، وسنتطرق إلى البجعة كمثال على الطيور. انظر عزيزي الطالب إلى هذا المخطط. كم عدد مراحل دورة حياة البجعة؟ لاحظ جيداً. نعم، إنها أربع مراحل. أحسنت. والآن لنتعرف على هذه المراحل بالترتيب. اكتب المفردة الصحيحة لتكمل دورة حياة البجعة مستعيناً بصندوق المفردات. ما اسم أول مرحلة؟ نعم، إنها البيضة. أحسنت. ماذا يخرج من البيضة؟ فرخ صغير، بطل. ماذا يحدث لهذا الفرخ؟ إنه ينمو ليصبح طائراً صغيراً ثم طائراً بالغ. ولمعرفة المزيد عن دورة حياة الطيور، هيا نشاهد هذا الفيديو ونجيب عن هذه الأسئلة التي تتعلق به. لاحظ، تضع الطيور البالغة البيض، يفطس فرخ من كل بيضة. تعتني الطيور البالغة بفراخها، تتعلم الفراخ في أثناء نموها أن تعثر على الطعام، كما تتعلم أن تطير أو أن تسبح. تتعلم الطيور الصغيرة الاعتناء بنفسها حتى تصبح طيوراً بالغة. والآن، ما اسم الطائر الذي فقس من بيضته؟ فكر. نعم، رائع، إنه فرخ. ماذا تتعلم الطيور الصغيرة؟ نعم، تتعلم أن تعثر على الطعام وأن تطير أو تسبح. ما اسم المرحلة التي يستطيع الطائر التكاثر فيها؟ فكر. نعم، إنها مرحلة الطائر البالغ. أحسنتم طلابي. سننتقل الآن أحبائي إلى دورة حياة الأسماك. تمعن عزيزي الطالب في المخطط جيداً لتتمكن من إجابة الأسئلة. لاحظ المخطط. كم عدد مراحل دورة حياة الأسماك؟ نعم، إنها أربع مراحل. والآن لنقم بكتابة المفردة الصحيحة لنكمل دورة حياة السمكة مستعيناً بصندوق المفردات. توقع عزيزي الطالب، ما هي أول مرحلة؟ رائع، إنها البيضة. ماذا يخرج من البيضة؟ فكر قليلاً. نعم، إنها يرقة. تنمو اليرقة لتصبح سمكة صغيرة ثم سمكة بالغة. أحسنتم. ولمعرفة المزيد من المعلومات عن دورة حياة الأسماك، سنشاهد معاً هذا الفيديو ونتمكن من الإجابة عن هذه الأسئلة. لاحظ عزيزي الطالب، تضع الأسماك البالغة البيضة في الماء، تنمو السمكة داخل البيضة وتتغذى من كيس المحي، وهو كيس يوفر الغذاء للأسماك. تخرج اليرقة من بيضتها ثم تصبح
سمكة صغيرة ثم تنمو لتصبح بالغة. والآن ما اسم المرحلة التي يستطيع السمك التكاثر فيها؟ فكر قليلاً. أحسنت، إنها السمكة البالغة. على ما تتغذى الأسماك داخل البيضة؟ تذكر ما شاهدته. أحسنت، تتغذى من كيس المحي داخل البيضة. وما اسم السمكة التي تخرج من البيضة؟ فكر قليلاً. أحسنت، إنها اليرقة. تأمل عزيزي الطالب دورات حياة الكائنات الحية وعرف مصطلح دورة الحياة. لاحظ دورة حياة السمكة ودورة حياة الطيور. ما معنى دورة الحياة؟ دورة الحياة مصطلح يستخدم لوصف المراحل المختلفة لنمو الكائن الحي. ماذا تعلمت من هذا النشاط؟ تعلمت دورة حياة الأسماك، وعرفت بأنها تتكون من 4 مراحل: بيضة يخرج منها يرقة، ثم سمكة صغيرة، وتنتهي بسمكة بالغة. وتعرفت أيضاً على دورة حياة الطيور، وعرفت بأنها تتكون من 4 مراحل: بيضة يخرج منها فرخ، ثم طائر صغير، ويليها طائر بالغ. والآن أتحقق مما تعلمت من خلال الإجابة عن هذا السؤال في كتابك: أي الحيوانات يمثل دورة الحياة الموضحة أدناه؟ لاحظ عزيزي هذه الدورة، فكر. نعم، إنها سمكة التونة أبطال. وفي نهاية درس هذا اليوم، هيا نلخص عزيزي الطالب ماذا تعلمت. تعلمنا عن دورات حياة بعض الكائنات الحية، وعرفنا أن دورة الحياة هي وصف المراحل المختلفة لنمو الكائن الحي، كما عرفنا أنها قد تتشابه وقد تختلف بطريقة التكاثر، فمنها ما يتكاثر بالبيض، ومنها ما يتكاثر بالولادة. ودرسنا دورة حياة الطيور، حيث عرفنا أنها تتكون من 4 مراحل: بيضة، يليها فرخ، ثم طائر صغير، وتنتهي بطائر بالغ. ودرسنا دورة حياة الأسماك، وعرفنا أنها 4 مراحل: بيضة يخرج منها يرقة، يليها سمكة صغيرة، وتنتهي بسمكة بالغة. هيا عزيزي الطالب، تحقق مما تعلمت من خلال الإجابة عن السؤال رقم 4 في كتابك المدرسي: لدى كل من سمك الشعري والبجع دورة حياة كما هو موضح في المخططات. لاحظ دورة حياة السمك ودورة حياة البجع. تمعن في هذه المخططات حتى تتمكن من تحديد أوجه الشبه والاختلاف بينها. هيا عزيزي، أكمل المخطط لتظهر أوجه الشبه والاختلاف بين دورة حياة كل من سمكة الشعري والبجعة. فكر عزيزي، ما الشبه بين سمكة الشعري والبجعة؟ نعم، أحسنت، تتكاثر بالبيض. هل يوجد تشابه آخر؟ نعم، لكل منها 4 مراحل في دورة حياتها، ولكن بماذا تختلف سمكة الشعري عن البجعة؟ تختلف بأن اليرقة تخرج من بيضتها، بينما يخرج من البيضة فرخ عند البجعة. وفي نهاية درس هذا اليوم، نشكركم أعزائي الطلاب على حسن استماعكم، ونلقاكم في الدرس القادم بإذن الله.